بضلوا يدمعوا. طيب اي متى رح تجيبي بيبي؟ واو باخد قديها. هاي حلوين كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتو عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جد على القناة انا اسمي سارة، وبالفيديو اليوم رح اعمل ميك اب وشعر ولوك كامل كرمال غير صورة البروفايل على يوتيوب وانستغرام وتيك توك وسناب شات وكل البلاتفورمز تبعي. وانا عم بعمل الميك اب رح جاوب على اسئلتكم اللي سالتوني اياها على انستغرام، سو اذا بعد مش متابعيني على مواقع التواصل الاجتماعي تابعوني، احنا موجودين هون. انا اوريدي مزبطه شعري بس بدي فكه، وعلى فكره اذا عبيكم تعرفوا كيف بعمل هذا الشعر في فيديو رح يبين على الشاشه، فصلت لكم بالتفاصيل كيف بعمل شعري بهالطريقه، لانه هالطريقه عم تطلع كتير كتير حلوه كاني عم بعمله بالصالون بس اقل وقت واقل فلوس واقل كل شيء. anyway خلينا نبلش بالميك اب. انا بعد ما حضرت وجهي سو رح بلش بالسيروم من ماك. صار لي كتير زمان ما عملت Q&A او جاوبت على اسئلتكم، سو كتير عبالي اعرف شو هن الاسئله اللي انتو عبالكم انه تعرفوها عني. بليز خبروني بالكومنتس قد ايه صار لكم متابعيني تعرف اذا كنتوا متابعين جديد متابعين قديم، عبالي اعرف قد ايش صار لكم متابعيني، اكتبوا لي بالكومنتس رح اقرا كل الكومنتس. ننتقل للموسترايزر، نفس الشيء من ماك نفس الرينج. لاحظوا الحلو فيهم هو لانه بقدر احطهم قبل الميك اب. مرطب للشفاف من شي جلام، وصار فينا نبلش بالميك اب وبالاسئله. رح بلش اول شيء بكونسيلر من سامر خزامي. رح احط الكونسيلر والكونتورينج قبل ما احط الفاونديشن، هذه طريقه جديده كتير ترندي هلا على الانترنت وبتعطي شوي نتيجه طبيعيه اكثر من انه نحطهم بالقلب. طيب رح نبلش باول سؤال لليوم، والسؤال هو بالعاده مين بيعمل مشاكل اكثر، انت او جوزك؟ وبعتقد انه انتم بتعرفوا الجواب، بليز جاوبوا على هالسؤال تحت بالكومنت قبل ما انا جاوب عليه، لانه بحس كل العالم بتعرف جوابه لهذا السؤال. سو الجواب هو اكيد انا بعمل مشاكل اكثر من جوزي. جوزي حدا كتير كتير هادي ورايق و he's minding his own business لحديت ما انا اجي وحركش فيه، فانا اللي بعمل مشاكل. ما عبالي اقول على صوت عالي بس ما بتذكر ولا مره هو عمل المشكل honestly عرفته. سو عم بوزع الكونسيلر بالمطاريح اللي بدي اياها اكثر شيء تضوي بالوجه. مش معقول هالكونسيلر قد ايه full coverage وكتير كريمي، كتير فيه وزعه محل ما بدي بالطريقه اللي بدي اياها. بيوتي بلندر رح بلش ادمج الكونسيلر. مش معقول قد ايه فول كفرج. ننتقل للكونتورينج، عم بستعمل شي جلام ليكويد كونتور بالاسم تاوني امبر، ورح بلش وزع الكونتور على الوجه. ننتقل للسؤال الثاني، شو الصفه اللي بتخليكي تبعدي عن شخص؟ هلا في كتير صفات بتخليني ابعد عن ناس اكيد، يعني اذا حدا بيكذب اكيد رح ابعد عنه، اذا حدا بيخدع اكيد رح ابعد عنه، بس صراحة في صفة اكتشفتها عن جديد حسيتها هي الام تبع كل هول الصفات، والصفة هي الغيرة. الغيرة بتقتل، وهذا الشيء اكتشفته عن جديد لانه اذا كنتوا عم تغاروا من شخص يعني انتوا ما بتتمنوا له الخير. وعلى فكرة في كذا نوع من الغيرة، في انا غيرانة منك بس انا مبسوطة فيك، يعني غيرانة من النجاح اللي انت واصلتي له فانا عبالي انه اوصل له، بس مش يعني ما بدي اياك انت تكوني ناجحة وعبالي انا صير بمستوى النجاح تبعك، هيدي غيرة منيحة. الغيرة الثانية كتير كتير سيئة اللي هي ما بدي اياك توصلي الا لانا اوصل، عرفتوا؟ ما بدي اياك تنجحي الا لانا انجح، او ممنوع حدا ينجح غير انا. هيدي الغيرة كتير كتير بشعة، وكل ما تنجحوا بالحياة كل ما رح تكتشفوا ناس عندهم غيرة منكم، وإذا حدا عنده غيرة مني وحسيت في شوية غيرة بقطش له إياها immediately دغري. ما حدا بحاجة لهيدا الشعور بحياته، وعلى فكرة إنه الغيرة شيء كتير طبيعي بين العالم، ما فينا نغير هيدا الشيء، بس فينا إذا الناس عندهم غيرة قوية منا وحسينا إنه هن ما بيتمنوا لنا الخير بكل بساطة نبعد عنهم. أو إذا مش قادرين نبعد عنهم، إذا كانوا إخواتنا، إذا كانوا قرايبيننا، رفقاتنا، ما عبالنا نبعد عنهم، بكل بساطة
ما منخبرون عن المشاريع تبعنا، ما منخبرون عن نجاحاتنا. خليهم يشوفوا نجاحاتنا هن من بعيد. لاحظوا كيف هيدي المنطقة كلها غمقتها بالكونتورينج. ننتقل للفاونديشن، رح استعمل ماك ستوديو اسمه واتر ويت بالاسم NC20. هيدا الفاونديشن كتير سائل وكتير خفيف على البشرة، ورح يضل مبين الكونتورينج والهايلايت اللي عملته تحته. بالبيوتي بلندر رح اخذ من الفاونديشن ورح بلش تطبطب على الوجه بهيدي الطريقة. ننتقل للسؤال اللي بعده، شو الشيء اللي خليك تحب الميك اب لدرجة تعملي دورة ميك اب؟ اوكي، اذا كنت تجي على القناة انا عندي دورة ميك اب، بتقدروا تتعلموا الميك اب from A to Z، كل شيء عن الميك اب رح تكون موجودة باول description box، فيكن تروحوا اذا ما بكون تتسجلوا فيكن تروحوا تشوفوا الموقع بكل بساطة. So guys، انا خليني اخبركم قصتي مع الميك اب. اولا من انا وصغيرة كتير بحب الميك اب، يعني كنت كتير كتير صغيرة لدرجة كان ممنوع اني احط ميك اب لهالدرجة كنت صغيرة. كنت اقعد اتفرج على امي هي وعم تحط ميك اب واترجاها بليز خليني احط ميك اب، او بس شوف امي تركت علبة الميك اب برا الخزانة دغري روح على علبة الميك اب افتحها واقعد اتفرج تعرف شو في بقلبها، شو هن هول اللي عم تستعملهم. كنت كتير حب اني اتفرج عليها هي وعم بتحط ميك اب، هذا الشيء كان كتير حبه. وكنت اسأل حالي انه ليه عم تحطي ميك اب؟ ما كنت افهم الجواب على هالسؤال، اكيد على كبر رجعت فهمت الجواب، بس انا كان عندي هيدا الباشن، هيدا الشغف، كل ما اشوف حدا عم بحط ميك اب كثير انبسط، حتى لدرجه انه اول شغل اشتغلته كان بصالون، واشتغلت عند صبيه بعدني لهلا كثير رفقه معها اسمها اليان، كثير كثير بحبها، كانت اول باص لإلي، اول ربة عمل لإلي كانت اليان، وكانت احسن وحده بكلهم. كنت اعمل ضفير عندها لإليان، يعني اعمل مانيكير باديكير جل اكريليك هول الاشياء، وانا كنت بس شوف اجا لعندها زبونة ميك اب اترك كل شيء وروح اقعد اتفرج عليها كيف هي عم بتحط ميك اب. كنت كتير حب كيف تحط ميك اب، هيدي المهنة بايدي وماني بحاجة لشي تاني كليا، ماني بحاجة حتى لرسمال، لانه في استعمل برودكت من الدروغ ستور برودكت اللي انا كنت استعملهم على الزباين تبعي، استعمل ميبيلين ولوريال واشياء رخيصه يعني واعمل فيها ميك اب كثير حلو. فهذا الشيء انا كثير انبسطت فيه وحبيته، وحسيت انه هيدا مهنه حيلا بنت بتقدر تحطها على جنب اذا ما بدها تستعملها. لهالسبب عملت دورة ميك اب كرمال كل بنت تقدر يكون عندها البلان بي على جنب، يكون عندها مهنة بإيدها تقدر تعملها إذا برمت فيها الحياة تقدر تستعمل هيدا المهنة. ولهالسبب عملت الدورة كتير رخيصة، لأنه كرمال حيالة بنت تقدر إنها تشترك بهيدا الدورة. ننتقل لسؤال تاني، دخلت عيد ميلاد العشرين ومكتئبة أني ما حققت أي إنجاز يسكل، هل هيدا الشيء عادي؟ خليني أخبركم أنه أنتوا إذا عمركم من 20 سنة أو أنتوا بالعشرينات مش مطلوب منكم أبداً أنه تلاقوا المسار تبعكم. في ناس قدروا يحققوا هول الأشياء على عمر 20 سنة، بس ما بيعني أنه خلص هيدا رول، هيدا قانون. أنا عمر 20 سنة أصلاً ما كنت أفكر انه يي صار عمري 20 سنة وبعد ما عامل شيء، ايه طبيعي ما اكون عامل شيء. 20 سنة يعني بعدني مخلصة مدرسة عن جديد، وبعدني مخصصة بالجامعة، ومش عارفة حالي انا وين وانا مين وانا شو، مش عارفة شيء. هيدا الجيل الطالع هلأ كتير عم بيتأثر بالناس المشهورة، بس صدقوني هيدا الشيء مش يعني انه هن مبسوطين، لا، حتى ولو بيفرجوكم انه هن كتير مبسوطين على السوشيال ميديا ما بيعني انه هيدا الشيء صح. نحنا فينا نفرج اللي بدنا اياه على السوشيال ميديا، في خليكم تصدقوا اللي بدي اياه على السوشيال ميديا. فما بدنا ننسى انه جايز الناس المشهوره كثير قليل، ما انهم كثار، يعني بينعدوا على الاصابيع هول الناس اللي انتم عم تقارنوا حالكم فيهم. طب باقي العالم شو؟ انا موجوده، اذا حققت شيء او ما حققت شيء انا موجوده، قيمتي ما بتتغير. واذا ربطت قيمتي بالاشياء اللي انا عم حققها فرح ضلني بحاجه لاكثر. على 20 ما قدرت اعمل شيء، اوكي عادي كثير طبيعي على فكره، بس نكون واضحين، بس مهم يكون في سبب، مش انه انا قاعده وراخيه حالي على السوفا وعم بحضر نتفليكس كل النهار وعم بقول يا الله ما عم بيصير عندي شيء.
لا بدي يكون عم بشتغل عم بتعلم عم باخذ اكسبيرينس. طب ليش ما بقى تقارنوا حالكم بمشاهير السوشيال ميديا؟ ننتقل للبرونزر من لورا ميرسييه. اوكي هلا صار في ابعاد للوجه وهلا صرت كتير حابه الاساس. للعيون رح استعمل هيدي الباليت من شي جلام، كتير حابه الالوان تبعه، وفي لونين تحديدا رح استعملهم اللي هن البني والبينك. رح بلش باللون البني ورح بلش طبطب فيه على العين. واو عن جد اوقات شي جلام بيفاجئوني بالبيجمنتيشن الموجوده بغراضهم، كثير حلوه. انا وعم بعمل ميك اب لعيون رح انتقل لسؤال ثاني. اي متى رح تجيبي بيبي؟ ما بتصدقوا هالسؤال كم مره انسال. الاكيد منه انه مش هلا. هلا انتو كمان في حدا كذا حدا قال لي طب انت قلتي لنا بس تستقري رح تجيبي بيبي، انا بعد ما استقريت، انا هلا عن جديد بدي انقل بيتي، بدي اروح على بيت تاني، وفي اشياء عبالي اني اعملها قبل ما اجيب اولاد بكل بساطه. بليز خبروني بالكومنتس كم مره سامعينا او اذا سامعينا هالجمله من اهلكم انه انا بس جبتي كان في عنده بس فرشة على الأرض، بس ما في غاز، ما في براد، ما في فرشة على الأرض بس. طب إنه صح يعني إنه تعملته صح يعني؟ بعدين زمنكم زمن أهلنا مش مثل زمننا. خلص هلأ صارت البنت بدها تتعلم وبدها تشتغل تا ترجع تجيب أولاد، وبدها تأسس شغل تا ترجع تجيب أولاد. بعدين أنا بعدني صغيرة يعني معي كم سنة لقدام تبلي جيب ولاد، it's fine. وللصراحة أنا بيني وبين حالي بعد ما حسيت أنه أنا ready عقليا نفسيا ولا مرة حسيت أنه ها عبالي جيب ولاد، ولا مرة زبطت بعد لهلأ. رح تزبط بالنهاية بس أنه أنا بعد ما حسيت هالشعور ولا مرة. اللون كتير حلو. بالباقي من الكونسيلر على البراش رح بلش اعمل كات كريز. ببراش تاني نضيفة رح اخد اللون البينك ورح بلش حطه على الكات كريز اللي عملته. واو اللون كتير حلو مثل ما كان بدي على القد. على العين من قدام رح استعمل لون بينك افتح. باصبعي رح اخد اللون الفضي او الابيض بشوف كيف بيجي ورح حطه على العين من قدام فوق البينك اللي حطيته. اوكي هيدا هو البديع. هلا صار وقت الايلاينر، رح اعمل ايلاينر يسحب العين، وبعتقد الايلاينر هو رح يكمل كل اللوك. سو رح بلش بالايلاينر من الاخر واطلع فيه لفوق واوصله لنص العين. بيرفكت كثير حبيته. ومن قدام رح اعمل خط كثير رفيع بهيدا الشكل. رح انتقل هلا للرموش، وفي حيلة انا عم بحبها كتير كيف فيني ارفع رموشي بس بدنا ننتبه كتير نحن وعم نستعملها. سو باخد اللاش كيرلر وباخد قداحة وبسخن هيدي الحديدة اللي فوق، بتركها شوي تتصير فاترة ومش سخنة، بتأكد بأصبعي قبل ما احطها على العين وبرجع بكبس رموشي فيها. وبها الطريقة جايز بيوقفوا الرموش وبيصيروا كتير كتير طوال وكتير شائنين. قبل ما انتقل على تاني عين باخد الماسكارا، عم بستعمل تلسكوبيك ليفت ماسكارا من لوريال، وببلش حط ماسكارا على الرموش. حط تاني طبقة من الماسكارا. بيرفكت كأني حاطة رموش اصطناعية جايز. شوفوا بحط قلم ابيض بقلب العين كرمال اعطي العين كبر اكتر، وبالاخر وبرجع بحط ماسكارا من تحت. رح تقل الماسكارا من تحت لانه مثل ما ملاحظين ماني حاطه اي شادو من تحت ابدا. سو جايز خلصنا ميك اب العيون، هلا رح ننتقل للبلاش. رح استعمل بلاش من لورا ميرسييه بالاسم جريب فروت. هيدا البلاش لونه كتير حلو، كتير بيلبق مع الميك اب وكتير قوي. رح بلش حطه اول شيء على اعلى الخد بهالطريقة، وبالباقي بالبراش رح بلش انزل شوي على الابل اوف ذا تشيكس، وبالباقي بالبراش اللي هو كتير قليل رح اقطع على تيب تبع الانف. لاحظتوا اللون قدي حلو. للهايلايتر رح استعمل كوكي من بنفيت، رح بلش حطه على اعلى الخد. كتير حلو الهايلايتر بالصور، شوفوا جايز واو. باصبعي رح اخد حط على الانف من فوق وعلى التيب. ببرش صغيرة رح اخد كمان من كوكي ورح حطه تحت الحاجب. صار وقت ننتقل للشفاف. رح اخد قلم بني وبلش علم حوالي الشفاف، وبنص الشفاف رح حط ليكويد بلاش
كمان اللون كتير قريب للآي شادو كرمال هيك كل شيء يتناغم مع بعضه. سو رح احط البلاش بنص الشفاف وبإصبعي رح بلش ادمج. قبل ما ينشف رح اخذ من البينك اللي حطيته فوق العين وبلش احطه بالنص. اوه 100% جايز بلشنا شوي شوي نوصل لللوك اللي انا براسي. هلا صار وقت انه نفك الشعر واخر شيء الغره. اوكي لستايل الشعر رح استعمل هيدا. سو هيدا البابيون، شوفوا شكله شو كيوت، حس تطلع كتير حلوة. اوكي اول شي خلينا نغير التيشيرت. مين منكم بيتذكر هيدا التيشيرت جبتها من شي ان وقلتلكن اني رح اعمل فوتوساشن فيها؟ هيدا هي الفوتوساشن. سو خلينا نبلش بالشعر، خلينا نشوف شو بدي اعمل بالشعر. بعتقد اني رح ارفعه نص رفعة من فوق او نص رفعة هيك احلى. هيك احلى. love it كتير حبيت. اخر خطوة رح حط هيدا تنشوف كيف رح تطلع. توقعتها تطلع احلى. جايز ضبطت، عملت شوية تعديلات على البترفلاي اللي حطيتها او النور اللي حطيتها هون، شلت منها هول الاثنين النازلين ما حبيتهم وحطيتها وحسيتها كتير كتير ضبطت. خبروني شو رأيكم باللوك. رح هلا اتصور صور لانستغرام ليوتيوب، بدي غير البروفايل وين ما كان. خبروني شو رأيكم بالصور، روحوا شوفوهم على انستغرام. وغير هيك قبل ما تفلوا بدي اياكم تعملوا لايك للفيديو، شير مع رفقاتكم، تشتركوا بالقناة اذا بعد مش مشتركين، وتكبسوا على جرس الاشعارات. وانا بشوفكم بفيديو جديد قريب.